قولي الامتحان كان عامل ايه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحديثة دي مش مباشرة، الثانية جاية مباشرة، ما تعلميش اصلا الفيزياء الحديثة دي كانت من انهي حتة في المنهج؟ الفيزياء الحديثة كانت في انهي حتة في المنهج او الامتحان النهارده؟ انا مش فاهم. كانت واخدة كم كبير من الاسئلة النهارده؟ كانت واخدة 10 اسئلة، 10 اسئلة غير مباشرة. العيال كانت بتقعد في اللي انا عمال هديهم واقول للمراقب بعد اذنك اعتبرنا زي اولادنا، احنا شغالين احنا مش شغالين. طب انا مش عارف اصلا ايه ده، خلص ثانوية عامة. الاسئلة بقى اللي هي كانت مباشرة او كانت شايفة انها كويسة كانت قد ايه في الامتحان؟ ها بس انا بنصح كل حد ما يدخلش ثانوية عامة، اللي عايز يدخل الماني 5 سنين. سلام عليكم.